وهذا سائل يقول: ببلدي كل عيد فطر يخرج الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا إلى المقابر لزيارة أمواتهم، فهل هذا جائز في الشرع؟ زيارة القبور لأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم والاعتبار بحالة الأموات هذه مشروعة، لكن ليس لها وقت محدد، متى ما تيسر لك تزور القبور. الزيارة الشرعية بدون تحديد يوم معين، لا جمعة ولا عيد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد، قال: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، ولم يقل زوروها يوم العيد أو زوروها يوم الجمعة، وإنما قال زوروا القبور.